السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنتم الآن في المنصة عبر أثير الموجة السعودية ألف ألف إف إم، رح نكون معاكم من الأحد إلى الأربعاء من العاشرة وحتى الحادي عشر مساء للحديث عن أبرز أحداث كرة القدم المحلية والعالمية واليوم الأسيوية. للاستماع إلينا وأنت في السيارة كل اللي عليك أنك تحول الراديو إلى الموجة السعودية ألف ألف إف إم، وإذا كنت في أي مكان في السوق في النادي في البحر في أي مكان تقدر تدخل على موقع الإذاعة وتحمل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي. وللتواصل معنا اليوم وكل يوم بإمكانكم الاتصال على 011-217-8585 أو 012-616-1-0 أو أرسلنا رسالة باسمك ورقم جوالك على STC 85-1-0-4-0 زين 701-313 موبايلي 66-3-1. في طريقة ثانية برضو تقدر تكتب لنا سؤالك في هاشتاج الحلقة وإن شاء الله رح نجاوب عليه إحنا وضيفنا في الحلقة. ضيفي الأول في الاستوديو المحلل الفني والمدرب الكابتن يامن عطار وصديق العزيز أيضا كابتن يامن عطار. ليشرف استاذ محمد حبيبي، الله يحييك وشكرا على قبول دعوتنا في المنصة. الله يسعدك، بحييك وبحيي جميع المستمعين وبحيي الأستاذ ياسر معد البرنامج. اليوم طبعا المباراة شغالة الآن، مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا. حتى الآن لازال الفريقين متعادلين 0-0 في الدقيقة 59 إلى الآن. خلينا نعطي المباراة وقتها ورح نعطيكم نتيجة أول بأول جمهورنا العزيز. في البداية خلينا نتكلم طبعا أمس ممثل المملكة النصر السعودي تفوق على السد القطري بهدفين مقابل هدف في المباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض. نسأل الكابتن يامن، كيف شفت المباراة إجمالا أمس؟ النصر غيابات، في هنا غيابات وأحدها مؤثر جدا وغياب حمد الله، يعني الكثير من النقاد والكثير من المتابعين أمس كانوا بيقولوا أنه لو كان عبد الرزاق موجود كان يمكن سجلت 3-4 أهداف. أكيد يعني كابتن حمد الله يعني يختلف تماما لما يكون بيلعب مع النصر، قوة هجومية رائعة بوجود جيليانو الأسيست وقتها يعني، ومرابط دائما أنا أقول لما يرفع مرابط حمد الله يسجل، صحيح. فوجوده مهم طبعا مع نادي النصر وانسجامه من الموسم الأول والحين الموسم الثاني على نفس ثبات المستوى صراحة كابتن حمد الله. لكن لا نظلم الكابتن صالح عباس، أول مباراة رسمية مع النصر ودوري أبطال آسيا وجاي من نادي نرجان دوري الدرجة الأولى أو الثانية، فما نظلمه، قدم مستوى رائع، كان ليه هجمة مرتدة وضيع وجات في القائم، قدم مستوى مهزوز شوية لكن نعذر الكابتن صالح العباس لأن هي أول مباراة رسمية وفي دوري أبطال آسيا، خصوصا إذا نظرت للصورة الكاملة بالنسبة للاعب ومن فين جاء وهل هذه المشاركة الأولى والثانية المناسبة اللي يلعب فيها مباراة بمستوى هذه صراحة قدم يعتبر مستوى يعني محترم تقدر تقول كمهاجم من أول مباراة رسمية مع نادي النصر. لكن نادي النصر الصراحة أثبت في مباراة السد أنه يقدر يلعب حتى بوجود لاعبين مهمين مثل حمد الله، يعني مثلا بغياب لاعبين طبعا، ومثلا عندك من ناحية خط الوسط في لاعبين صغار السن كثير، يعني للأسف نفتقد في الأندية الكبيرة أنه لاعبين بالسن الصغير وبيقدموا مستوى رائع مثل الخيبري والدوسري، يعني كانوا رائعين الصراحة وقدموا مستوى في مباراة كبيرة مثل دوري أبطال آسيا، صراحة شيء يحسب ليهم يعني. والجماعة فهد الجماعة كجناح أيسر قدم مستوى أكثر من المأمول منه
يعني من احسن يمكن مباريات قدمها فهد الجماعه من اول الموسم والسنه اللي فاتت الصراحه قدم مستوى رائع. هو اللي تابع فهد من بداياته فهد لاعب واعد وممتاز ويحسب للمدرب الكبير فيتوريا على الفرصه اللي اعطاها لجميع هؤلاء اللاعبين. يعني هو الان بيبعث رساله انه فعلا النصر بمن حضر. يا استاذ محمد في فريق للفئات السنيه لنادي النصر لو ظهر 4 أو 5 لعيبه منهم لسه ما صراحة ما ظهروا كل لعيبة النصر من الفئات السنية لسه موجودين ولسه النصر كبير الصراحة باللعيبة الصغار وللأسف يفتقد الهلال والاتحاد والأهلي اللعيبة الصغار الآن يعني ما طلعوا لعيبة صغار من 4-5 سنوات والنصر الفريق الوحيد اللي قاعد يقدم لعيبة من صغار السن وده شيء يحسب للنصر الصراحة. السد أمس السد البعض يقول أنه ما كان هذا مستوى السد وفي نقاد آخرين قالوا أنه السد يعني إجمالا ليس بال يعني لديه لاعبين ممتازين. وأمس ناقدنا الكابتن عبد الله محمد ذكر أنه تشافي المدرب غير عن تشافي اللاعب أكيد يعني طبعا في ناس يعني ما خالط الأمور أنه بمجرد أنه والله هي تشافي يدرب السد أنه خلاص راح نشوف نسخة مصغرة من تكتاكا غوارديولا. لا طبعا تشافي على حسب شوف حتى غوارديولا نفسه لما جاء تكلم عن لعيبة برشلونة ولعيبة بايرن ميونخ يتوقف على جودة اللعيبة اللي بيلعبوا معاك أستاذ محمد. يعني مهما كان مهما قدمت من تكتيك معين إذا ما كان اللعيبة من الجودة العالية اللي يناسبوا التكتيك اللي انت تبغى تقدمه ما حتقدر تقدم المستوى المأمول منك كمدرب. يعني المدرب لازم يكون واقعي وهذا اللي بيسوي تشافي دحين بيحاول بيسوي خطة وتكتيك على لعيبته وهذا الشيء المهم لا يكون يعني بيفكر ان هو بيلعب برشلونة ويحاول يلعب بنفس التكتيك اللي شافه وآمن به هو بيلعب برشلونة فصعب يتقدمه بنفس جودة لعيبة السد القطري فلازم يكون واقعي وهو هذا اللي سواه. لكن برضو يطغى عليه لعب الاستحواذ يعني انت تشوف حتى في طريقته كثلاثة أربعة ثلاثة هذه الطريقة بيلعبوها في فئات السنية برشلونة في اللمسية يعني ويعني شيء برضو يحسب انه تشافي بيلعب نفس طريقة الاستحواذ اللي هي موجودة في برشلونة وبيلعب ثلاثة أربعة بس طريقة صعبة جدا يعني انه تلعب بالطريقة هذه مع امام النصر والنصر استفاد من الموضوع ده انه لعب بالضغط عالي من اول المباراة على السد القطري وما قدر يفرض اسلوب السد القطري على النصر وهذا شيء يحسب لروي فيتوريا في على طول المباراة من الشوط الاول والثاني كان ضغط عالي للنصر رائع وبيحاولوا بقدر الامكان يستفيدوا من اخطاء نادي السد القطري من ثلاثي الدفاع اللي موجود اذا كان جو يونغ اذا طارق بوعلام او بيدرو ميغويل كان تحصل اخطاء دفاعيه في الاستحواذ كان بيحاول النصر بقدر الامكان انه يستفيد منها لكن ما استفاد منها. هي الهدف جاء من ضرب ركنيه كان عبد الرحمن الدوسري والهدف الثاني جاء من اعتقد فكرنا كده استاذ محمد جوليانو كان برضه خطا دفاعي وضعف في التمركز وبالراس خلصها جوليانو فكان اللي سوى فنيا هل استطاع النصر الفوز بسهوله أم إنه والله طريقة السد ما ساعدت على يعني جعلت المهمة أصعب بالنسبة للنصر؟ طبعاً ما كانت لا طبعاً كانت لا طبعاً كان النصر كانت مباراة صعبة ما هي سهلة إنه الدليل إنه 2-1 طبعاً في المباراة الإياب والذهاب والإياب المباراة الأولى وعلى أرضك وتنتهي 2-1 تعتبر مو خسارة النصر لكن على الأقل كان مفروض يطلع النصر 2-0 يعني بدون ما يدخل هدف علي الأسد أثر كثير صراحة في المباراة إنه حتروح هناك يعني في مباراة الإياب هيكون في فرق هدف والهدف بهدفين في حالة التعادل فحتكون مباراة مو سهلة على النصر في الإياب وكان كنت أتمنى النصر ينهيها 2-0 كان يعني هدف ما كان في الحسبان لكن ضعف التمركز بين مادو صراحة وكان هو اللحظة يعني ما الهدف كان لحظة سهو كذا وسوء تغطية كانت يعني ما يعني حتى نتكلم على هدف السد ما كانت الجملة ما كانت جملة تكتيكية سوء تغطية يعني كان سوء تغطية كان واستفاد اللاعب وكان صراحة حطه في زاوية رائعة براد جونز ما كان في أي ردة فعل لكن إن شاء الله الإياب نتمنى التوفيق لنادي النصر إنه تشوف يعني إذا غاب حمد الله عندك جوليانو نور الدين مرابط صراحة نقطة يعني من أفضل الصراحة الأجانب الجوم للدوري السعودي صراحة يعني لاعب إمكانياته عالية يعني
الحالة الدفاعية موجود في المساندة، الحالة الهجومية من ناحية العرضيات من ناحية المراوغة أكثر لاعب راوغ في الدوري السعودي في الموسم اللي فات. ففي نقاط قوة كثيرة في نادي النصر ممكن يستفاد منها، حتى عدم وجود حمد الله ولاعب صغار السن. فالنادي النصر الكمال لله بس يعتبر نادي متكامل الآن الصراحة، يؤدي مستوى رائع ونفتخر به في دوري أبطال آسيا. كيف ترى مباراة العودة تقريبا بعد أسبوعين اللي هتكون في قطر؟ أتمنى النصر أنه ما يغامر ويحاول يلعب أكثر، يكون حذر أكثر ويهتم بالحالة الدفاعية ويحاول بقدر الإمكان يلعب على الهجمة المرتدة، وأنه نقاط القوة موجودة كثير في نادي النصر من ناحية الهجمة المرتدة. اللعيبة السريعين كثير، إذا فهد الجماعة، إذا كان نور الدين مرابط، إذا كان جوليانو، وحتى لعيبة المحاور إذا حاولوا يكملوا في الهجمة المرتدة موجودين. فعامل السرعة موجود لنادي النصر أن يخلص المباراة في أسرع وقت ممكن. إذا جابوا هدف في الشوط الأول أعتقد حتكون سهلة على نادي النصر أنه يخلص المباراة أمام السد، أنه تحتاج هدف واحد ونادي السد القطري يحاول بقدر الإمكان أنه يفتح اللعب، فهذه حتكون نقطة قوة لنادي النصر. تتوقع السد يبادر بالهجوم أكيد، ولا يلعب المباراة على أكيد، على جزئيات أكيد يعني. مهما كان شاف لاعب برشلوني يعني من ناحية الدفاعية ما حيهتم فيها نهائيا، حاول يهاجم، حتلاقيه حيحاول يلعب 4-3-3، أعتقد ما حيلعب 3-4-3 نفس المباراة الأولى، حيحاول يكون أكثر هجومية. هو بس الأسلوب المعتاد أو التكتيك المعتاد اللي بيلعب فيه كان يا 3-4-3 يا 3-4-2 اللي بيلعب فيها تشافي. فأعتقد يعني أسلوب دفاعي أكثر منه هجومي، ما غيره أعتقد يعني حتكون الخسارة من نصيب نادي السد القطري. والسد عنده لاعبين كثر ما كانوا في 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 يومهم في المباراة، عندك بغداد بونجاح، يعني الأسد ما بقابي ما كان في يومه، حتى أكرم عفيف يعني. ولكن نتمنى إنه إن شاء الله النصر يخرج منتصر من إن شاء الله هذه المباراة إن شاء الله. مستمعين الأعزاء خلونا نطلع فاصل ونرجع معكم بعد الفاصل للحديث عن مباراة الاتحاد والهلال اللي في الدقيقة 68 ولا زال التعادل سلبيا. ورجعنا لكم مستمعين الأعزاء في المنصة. نذكركم بأرقام الاتصال 011-217-8585 012-616-1102 أو ارسل لنا رسالة باسمك ورقم جوالك على STC 85140-07-01-313 وموبايلي 66-301. بإمكانك أيضا مستمعنا العزيز أنك تكتب سؤالك في هاشتاق الحلقة وإن شاء الله نراح نرد عليه مع ضيفنا اليوم الكابتن يامن عطار. كابتن يامن، ندخل لمحور حديثنا اليوم، المحور الرئيسي اللي هو كلاسيكو آسيا الاتحاد والهلال. الدقيقة حتى الآن 71 ولا زالت النتيجة التعادل 0-0. 70 دقيقة هذه كيف ترى المباراة حتى الآن؟ صراحة ما توقعت المباراة تمشي بالطريقة هذه نهائيا صراحة. ما توقعت الاتحاد يكون متماسك مع الهلال للدقيقة 72 الآن. يعني شيء يحسب لنادي الاتحاد بالتشكيلة الموجودة ولعيبة الدائرة اللي أتوقع يعني ما هم على مستوى نادي الاتحاد، يعني ليها سلبيات كثيرة وليهم إيجابيات عشان لا نظلم. يعني من زمان مثلا فيكو ما جاء لاعب يعرف يسلم ويستلم ويساعد في بناء الهجمة من الخلف مثله، لكن كبر يعني كبير في السن الصراحة. ما توقع أن كل لعيبة المحترفين لجنات الاتحاد 32 سنة و35 سنة، لويس خيمينيز يعني فيلانوفا كان يحتاج أحد يساعده بالسرعة، يعني خاصة بعدم وجود البيشي علامة استفهام. فيحسب لنادي الاتحاد تماسكه لغاية دحين في المباراة. الهلال ما استفاد الصراحة من سرعة التحول من الدفاع للهجوم،
يعني بمعاناته والهجمه المرتده، وكان الصراحه من الاسلحه القويه اللي ممكن يستفيد بها الهلال في مباراه اليوم ما استخدمها لغايه دحين، باسلوب الاستحواذ البناء البطيء يساعد لعيبه الاتحاد اللي يرجعوا الخط الدفاع ويبني تكتلهم بكل اريحيه. اخطاء سواها الهلال الصراحه استفاد منها نادي الاتحاد وبيستمر من الاستفاده منها لغايه دحين. انا شوف انا يعني يمكن تكلمنا تحت الهواء إيه؟ انا اعتقد انه كان في حاله تشاؤم جدا كبيره من الجانب الاتحادي اكيد، يعني بالاخذ في النظر زي ما تفضلت انت عامل السن وعامل خيارات سياره بشكل عام إيه؟ ولكن اللي يرجع يتابع مباريات الهلال الماضيه سواء مباراتين امام الاهلي والمباراه امام ابها، يعني هناك افراد كأسماء لاعبين كبار، ولكن أسلوب اللعب إلى الآن الهلال فقد أهم، يعني إلى الآن إحنا شايفين أهم ميزة كانت تميز الهلال وهي الاستحواذ. شوف أستاذ محمد، الهلال في الاستحواذ كل المدربين اللي على مر الهلال على مروا على الهلال يعني عندهم استحواذ ما عندهم أي مشاكل، عندهم اللعيبة الجودة العالية اللي يقدروا يبنوا الهجمة من خلف، مع إنه حصلت اليوم أخطاء لو شفت الظهير أيسر واستغرب من البلاه يكون ظهير أيسر. أنا استغربت أيام مباراة الأهلي ولازلت إلى الآن أي بالضبط يعني حافظ ظهير أيسر، لكن كان خطأ جاء للهلال، لكن بناء الهجمة من خلف الهلال ما عنده أي مشاكل فيها، وإحصائياته من بداية الدوري أقل شيء 60% في كل مبارياته. يعني الهلال ما عنده مشكلة في الموضوع ده من 4 سنوات. المشكلة في الهلال من الأول هي سرعة التحول، ما في المدرب اللي جاء عنده ذكاء تكتيكي يحاول بقدر الإمكان يستفيد من سرعة لاعبين الهلال، ما بيحاولوا يستفيدوا من سرعة سالم الدوسر في الهجمة المرتدة، ما بيحاولوا يستفيدوا من كاريلو في الهجمة المرتدة. عندك لعيبة جوفينكو يعتبر عنده عامل السرعة كويس، يعني طبعا مو بنفس سرعة الأطراف بس سرعة كويس، عامل السن بس لكنه تمريرات جوفينكو الطولية أكيد تعوض عامل السن أكيد. وعندكم لاعبة الأظهر إذا كان ياسر الشهراني إذا كان حتى البليه بإمكانياته المحدودة غير أيسر يعتبر لاعب ما هو بطيء، فالهلال سرعة التحول تنقص من زمان، 3 سنوات ما جاء أي مدرب حل الموضوع ده. أنت لأنهم كانوا يركزوا على الاستحواذ أكيد، وأنت شفت أنت لعبت كثير السنة اللي فاتت والأشياء اللي ضيعت الدوري على الهلال، أما لقيت مع فرقة صغيرة وتلعب بنفس أسلوب الهلال البطيء، يعني حتى في الفرقة الصغيرة أستاذ محمد ممكن تخلص بالهجمة المرتدة تخلص المباراة. هذا اللي حصل مع الهلال في مباراة أبها أكيد، ممكن تخلص المباراة بهجمة مرتدة، بتقدر تخلصها بكرات ثابتة، فكرات الثابتة أكيد تطور فيها الهلال عن السنة اللي فاتت وشفنا من بداية الموسم تطور فيها كثير، لكن الهلال مو عارف يستفيد من سرعة لغاية دحين. يعني عندك نقاط قوة ما بتستخدمها، من ناحية الاتحاد كان ميزته في سرعة التحول بالهجمات المرتدة طبعا هو يفتقد فهد المولد، لكن انت عندك أسلحة ما بتستخدمها ماني عارف ليه. وهذا الشيء الغريب، يعني الأسلحة يتكلم على البيشي عبد الرحمن العبود، يعني في لحظات نقول انه سيارة بيلعب على قد امكانياته، لكن في نفس الوقت نقول انه هذه الامكانيات هي اختياراته اكيد، هو يتحمل اختياراته يتحمل اسلوب وطريقة لعبه هو يتحملها، لكن الاتحاد ممكن يكون اخطر من كذا صراحة. يعني وكل مباراة اللعب فيها مع الهلال السنوات السابقة كان بينهي المباراة او بيسجل اهداف مع الهلال بالهجمة المرتدة يعني بسرعة فهد المولد، وعنده كان كهرباء كان في اختيارات كثيرة، عكايشي كان في اختيارات كثيرة في السرعة، وكان بنين المباراة الاتحاد بالطريقة هذه، لكن الحين لا ما بيحصل الكلام ده. انت مضطر عشان لعيبة الدائرة كلهم بطيئين مضطر تسوي زي ما بيسوي الهلال الان، تلعب باسلوب الاستحواذ وتبني الهجمة بطريقة بطيئة اسف عفوا، وتطلع من الثلث الاول للثلث الاوسط للثلث الاخير او الثلث الهجومي بطريقة بطيئة، وهذا اللي ما يبغى الاتحاد، وهذا اللي ما يبغى الاتحاد، انه الهلال دائما لما بيلعب باسلوب الاستحواذ وبيكون موجود عنده الادوات اللي تخليه يبني، ودائما بيكون الهلال في الثلث الاخير بيكون الاظهر الاثنين متقدمين اذا كان ياسر الشهراني اذا كان البليهي، يعني عندك يعني مساحات خالية كثيرة للهلال اذا لعبت على هجمة مرتدة، الاتحاد ما بيستغلها، كل واحد ما بيلعب على نقطة ضعف الثاني، فهمت علي استاذ محمد؟ بيستخدم نقاط قوته لكن ما بيلعب على نقطة ضعف الخصم، وهذا اللي ينقص الاتحاد والهلال، عشان كده لغاية دحين 0-0 صراحة. ما كان في ذكاء تكتيكي من المدرب من الناحيتين، من الناحيتين ما في ذكاء تكتيكي، يعني كل واحد يبي يفرض أسلوبه على الثاني
بطريقته اللي هو الاستحواذ من ناحية الهلال ومن ناحية الاتحاد، وما بيستخدم أو بحاول يهاجم نقاط ضعف الخصم، وهذا اللي حاصل في المباراة لغاية الحين. يعني حتى الآن إحنا شفنا الحارسين، حارسين الفريقين أنقذوا الفريقين من 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 أكثر من كرة محققة، وأغلب هذه الهجمات الخطيرة اللي حصلت يعني أخطاء دفاعية. أكيد أكيد، والمباراة الكبيرة كده أستاذ محمد بتخلص في أخطاء، يعني خطأ بتستغله كرة ثابتة. يعني الصراحة في المباراة دي ما هم الجمهور الاتحاد أو جمهور الهلال ما هم منتظر المستوى نهائيا، يعني في مباراة زي هذه نبغى يبغوا الفوز، يعني مهما كان إيش هو المستوى. إحنا جماهيرنا كلها دائما تبغى المستوى أكيد. وتبغى الفوز وتبغى الفوز بفارق ثلاثة أهداف. أنا عارف بس خاصة مباراة دوري أبطال آسيا ومباراة صعبة، وأنت عارف جمهور الهلال من ناحية الأسيوي كيف بيضغط على لعيبته، فما أعتقد جمهور الهلال آخر شيء يفكر في المستوى، يبغى يفوز المباراة هذه أمام الاتحاد، إنه حتى عن الكثير للهلال إنه يتقدم أكثر في المرحلة القادمة في دوري أبطال آسيا. وبالنسبة للاتحاد أعتقد جماهير الاتحاد ما هي منتظرة أكثر من يعني تقديم مستوى رائع قدام الهلال، وطبعا يبغوا الفوز. أنا ما بقول لك ما يبغوا الفوز، بس جماهير الاتحاد أنا شفتها هنا وأنت في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي كله ما هم منتظرين الكثير، لكن لو حصل ويحسب لعيبة الاتحاد لغاية الدقيقة 79 أنه متماسك أمام الهلال بالمعطيات الموجودة. الآن تغيير أخيرا رضي عنه، أخيرا رضي عنه كمدرب سيرا حينزل محل رومارينو. يعني كان التغيير تغيير يسموه والله ما ادري، لانه شوف الان اصيب رومارينو وما ادري اذا كان هذا هو اللي غير بسبب قصدك الاصابه او اي، يعني لا زال الان يعني اقرب ما كان يكون لرقم 9 او 9 ونص او هذا اللي هو رومارينو. لا كنت يعني بالنسبه للاتحاد كنت اتمنى اشوف رومارينو مع عبد العزيز البيشي، لكن بإصابة رومارينو بالتغيير الإجباري اللي حصل أعتقد لو رومارينو حيخرج وعبد العزيز البيش حيدخل أعتقد ما حيحصل الكثير، يعني رح يزعج لو كان الاثنين الموجودين كان حيزعج دفاع الهلال، حيزعج دفاع الهلال. الآن بعد هذا التغيير إيش طبعا هتام بهبري أيضا نزل مكان كاريو كيف تشوف هذه التغييرين الآن؟ والمفروض كيف تنعكس تغيير تغيير مركز، يعني لاعب جناح تغيير لاعب جناح، وحتى بهبري يميزته عن كاريلو حاجه واحده بس التسديد من خارج منطقه الجزاء، يعني فاهم علي؟ حتى ما نقدر نعتبره اللاعب الجناح التقليدي، يعني ما عنده السرعه ولا المهاره القويه اللي عند كاريلو. اكيد طبعا لاعب تكتيكي رائع كاريلو، يعني من مساندات المسانده الدفاعيه وناحيه العرضيات والمراوغه، لكن هتان بصراحة يمتاز بالتسديدات والمراوغة، يعني يعتبر كلاعب محلي أستاذ محمد مكسب لنادي الهلال، يعتبر مكسب لنادي الهلال بس ما يعتبر لاعب السوبر، لكن يعتبر كمحلي مكسب لنادي الهلال. يعني الآن الدقيقة 81 في الفترة الأخيرة مثلا خلال 20 دقيقة أو 25 دقيقة الماضية الهلال مستحوذ، يعني مش الاستحواذ اللي احنا متعودين عليه اللي هو التمرير المستمر في مساحات ضيقة، والاتحاد ربما طريقة الهلال أجبرته الآن انه يتحول للعب على المرتدات. تتوقع اي تغير في العشر دقائق الماضية؟ أعتقد نادي الهلال أعتقد استحواذ السلبي هو يعني معظم أوقات المباراة استحواذ سلبي، انه شوف الاستحواذ إذا ما كان في أماكن خطرة تحاول التغلغل أمام خط دفاع خصمه فيعتبر استحواذ سلبي، واللعب بين الخطوط غير موجود أستاذ محمد بالنسبة للأجنحة، بيحاول يلعبوا على الأطراف، إذا ما حاول أنه يخشوا في العمق أكثر كاريلو دحين هتام بهبري. شوف دخل أمير كردي الآن، أميرها أي هذا أمير مكان البلاي يعني شوف هذه النقطة يعني خلينا نتكلم فيها أكيد هنتكلم فيها بعد الفاصل. خروج عبد الله حافظ بلاي حيكون قلب دفاع حيرجع مكانه الطبيعي، ويبقى دائما السؤال لماذا يقوم المدربون بمثل هذه التغييرات الغير منطقية؟ نتكلم فيها بعد الفاصل. المنصة مع محمد العمري
ورجعنا لكم مستمعين الأعزاء في المنصة، ونذكركم بأرقام الاتصال. صفر واحد واحد اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة أو صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفرين، أو ارسل لنا رسالة باسمك ورقم جوالك على STC 851-040-Zen-701-313 موبايلي 66-301. ومعي الآن عبر الهاتف ضيف مميز. احنا تعودنا دائما في المنصة انه نواكب الأحداث الرياضية التي تقام في المملكة، واليوم معي ضيف مميز. خليني أعطيكم فكرة عنه أو عن تاريخه، والكابتن محمد القرشي، لاعب دولي سابق في كرة اليد السعودية ولاعب نادي الوحدة، وهو كان مساعد مدرب سابق للفريق بتحقيقه لبطولة الدوري والكاس، ومدير المنتخب السعودي لكرة اليد ما بين 2008 إلى 2018، ومتأهل لأربع مرات لكاس العالم. كابتن محمد مساك الله بالخير، وشكرا لقبولك دعوتنا في المنصة اليوم. شكرا عزيزي. لا حبيبي الله يشكرك، إن شاء الله الشكر لله، وطلوعنا معاكم في هذه الأوقات واجب لنا، لأن الدولة تعيش حدث رياضي تاريخي في الأيام دي الحمد لله. صحيح، الحدث الرياضي التاريخي مستمعين الأعزاء اللي هو بطولة سوبر جلوب لكرة اليد التي تقام في المنطقة الشرقية، وبكل بساطة هي بطولة يعني تعتبر، وصححني يا كابتن إذا أنا غلطان، اللي هي بطولة أندية العالم لكرة اليد. فأنا بناخذ منك فكرة عن البطولة هذه ومشروع هذه البطولة وكيف بدأت، ويعني ما الذي متوقع منها؟ طبعا هي البطولة بدأت اقتراح من الاتحاد الدولي اللي هي بطولة أندية العالم، فيشارك فيها أبطال القارات. نعم. القارات السبعة طبعا، وبالإضافة إلى الدولة المضيفة بطل الدوري اللي هي السعودية الآن مستضيفة البطولة دي لمدة 5 سنوات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. وبالإضافة إلى كرتين دعوة يجون من الاتحاد الدولي يعني في الفرق المميزة فنيا أو جماهيريا، فهنا تم دعوة مظهر للمنطقة الشرقية لأنه عشان جماهير مظهر ما شاء الله هنا، وفنيا تم دعوة فريق كيل الألماني لارتفاع مستوى البطولة. كيل الألماني بطل ألمانيا من الفرق القوية يعني. طيب البطولة يعني هل هي بطولة قديمة منذ سنوات تقام، وإيش مكانتها في عالم كرة اليد عشان الجمهور يعرف؟ والله طبعا هي البطولة تعتبر يعني اتحاد اليد كرة اليد في العالم، بطولة كأس العالم رقم واحد طبعا. طبعا رقم اثنين طبعا كأس عالم مصغر يعتبر اللي هي بطولة أوروبا المنتخبات. صحيح. بعدها هي البطولة الأندية في العالم دي سوبر جلوب. البطولة هذه بدأت يعني منذ بدأت لها حوالي 7 سنين تقريبا أو 8 سنين. طبعا المملكة الآن راح تستضيف البطولة لخمس سنوات قادمة صحيح؟ لخمس سنوات قادمة. وكيف يعني طبعا الافتتاح الرسمي اعتقد كان اليوم بعد المغرب، اعتقد اول مباراة اليوم مقيمه اذا ما خاب ظني في الظهر بين الفريق اعتقد الالماني والاسترالي صحيح؟ هي التقى فريق كيل وفريق سيدني الاسترالي، وطبعا الفوارق كبيره بين الفريقين وفاز فريق كيل الحمد لله، فاز بفارق شاسع، وبعد حضر الافتتاح، وبعد كذا قيمت مباراه نادي مظهر السعودي مع الفريق نيويورك سيتي الأمريكي، وفاز برضو بفارق صريح نادي مظهر. بكرة حيكون دور الثمانية إن شاء الله. بكرة دور الثمانية، بكرة الوحدة رح يلعب بكرة إن شاء الله، والزمالك المصري أيضا رح يلعب صح؟ هي بكرة إحنا المباراة الأولى حنلعب مع فريق تاوباتو البرازيلي، وبعدنا حيكون لقاء الزمالك والفريق كيل الألماني، وبعدين هيلعب برشلونة وفريق الدحيل القطري، وآخر مباراة هتكون مظهر ونادي فاردار بطل أوروبا. كيف شايف حظوظ مظهر والوحدة؟
والله طبعا الوحده الفريق اللي حتقابله نكون واقعين فريق تاوباتو ما يقارن بقوه فريق فاردار. فاردار زي ما احنا عارفين بطل الشامبيونز ليج الاوروبي العام. فان شاء الله يعني الحظوظ لنادي الوحده بالتاهل الى نصف النهائي حظوظ ان شاء الله كبيره ان شاء الله، رغم انه يعني لا يستهان بالفريق البرازيلي الان المنتخب البرازيلي ترتيبه على مستوى العالم في التاسع والعاشر، فترتيب كويس وكره اليد البرازيليه متطوره. بس احنا يعني كنادي الوحده عدينا العده واشتغلنا على اساس ان نتعدى المرحله دي ونوصل المربع الذهبي بامر الله. كيف شايف مستقبل يعني كرة اليد يعني من الناحية الجماهيرية؟ نحن عارفين أنه دائما التركيز بيكون كله على كرة القدم، بنحاول قد ما نقدر، هناك دعم الآن من هيئة الرياضة لمحاولة تنشيط الألعاب، أنا ضد مصطلح الألعاب المختلفة ولكن الألعاب اللي هي غير كرة القدم، يعني هل أنت تتوقع في المستقبل إن شاء الله راح يكون في إقبال وإقبال إعلامي وجماهيري من خلال الدعم للألعاب الأخرى غير كرة القدم؟ والله طبعا البرنامج اللي صدر من الهيئة العامة للرياضة حق تطوير الألعاب برنامج جبار وقوي، وإن شاء الله حينعكس على الأندية في الاهتمام بالألعاب المختلفة وبالأخص الأندية الجماهيرية. مثلا عندك زي احنا بكرة اليد ما في لا هلال ولا نصر ولا اتحاد ولا صحيح. شباب ما عندهم كرة يد، هذول لو رجعوا اللعبة حيزيد الاهتمام وحيتسع دائرة المنافسة بالإضافة لأندية القطيفة الموجودة الآن اللي مهتمة باللعبة، وحتصير ترتفع لعبة كرة اليد وحيصير أقوى ونرجع للعصور القديمة اللي كانت كرة اليد أقوى من الحال. المفروض يعني كان في أندية من القصيم، أندية من الحسا، أندية من الرياض، أندية من الجدة، الآن بدأت تتكلف كرة اليد نادي الوحدة من الغربية وأندية القطيف فقط، وهذا مو صالح اللعبة. صحيح صحيح. كابتن محمد، مثل هذه البطولات يعني احنا لاحظنا انه في الفترات الماضية هناك كثير من الاحداث الرياضية بتستضاف في المملكة في رياضة الملاكمة وبعض البطولات الدولية في كرة القدم، كيف انت تشوف انعكاس هذه البطولات يعني او كيف ممكن تأثر ايجابيا لتعريف الناس بالالعاب، وهل ممكن مثلا انه مثل هذه البطولات تخلي شخص مثلا ما يعرف في كرة في لعبة كرة اليد او ما يتابع في كرة اليد ممكن يذهب ويشاهد مباراة أو مباراتين عشان على قول يعيش الجو على الأقل؟ طبعا الأحداث التاريخية الرياضية اللي تقام في مملكتنا في الفترة الأخيرة طبعا كان لها انعكاس كبير على يعني عالميا على الناس، خارجيا كان انعكاس قوي، وداخليا بدأوا الناس يعني يقتربوا الألعاب المختلفة. طبعا لما شفنا بطولة الملاكمة، بطولة المصارعة، الآن كرة اليد، بعد كذا الراليات، يعني أشياء كلها أحداث رياضية وتاريخية يعني، وتصير أنظار العالم كله متجهة للسعودية. وطبعا شعبنا بدأ نفس الشيء يتجه الألعاب المختلفة مع الأحداث دي اللي تقام، بس ومع اهتمام الهيئة العامة للرياضة بالألعاب دي. كابتن محمد، نشكرك صراحة على قبولك التداخل معنا، وإن شاء الله في الأيام القادمة يعني نشوف نهائي ما بين يعني نتعشى من نشوف النهائي ما بين الوحدة ومضر، وفي أسوأ الأحوال أحد الطرفين يكون موجود في نهائي البطولة، ونتداخل معك في ذلك الوقت مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله نطلب التوفيق من الله، إحنا بعدين خطوة خطوة نستنى نخلص المباراة دي، وإن شاء الله بعد كده بدل الأربعة لكل حدث الحديث. إحنا طبعا إدارة الوحدة السابقة بقيادة حادي الخيمي ما قصرت مع لعبة كرة اليد ورجعتها للواجهة، وإدارة الوحدة الحالية بقيادة الأستاذ سلطان أزهر مكمل المشوار الحمد لله، وإحنا يعني في الوحدة رسمنا خططنا المستقبلية قوية إن شاء الله لعبة كرة اليد، ونتمنى التوفيق برضو النادي مضر، ونشكركم على الاستضافة هذه. أشكرك كابتن محمد ويعطيك العافية على مداخلتك معنا، شكرا لك. شكرا. كان ذلك
الكابتن محمد القرشي مدير لعبة ومدير فريق كرة اليد بنادي الوحدة، حدثنا عن بطولة السوبر جلوب العالمية لكرة اليد اللي تعتبر واحدة من أقوى اللعبات أو البطولات في عالم كرة اليد، وبمشاركة أقوى الفرق في عالم كرة اليد للأندية. البطولة هذه راح تستضاف في المملكة العربية السعودية لمدة 5 سنوات قادمة. نشكر حقيقة هيئة الرياضة على استضافتها لمثل هذه الأحداث، وطبعا استضافة الأحداث العالمية في الألعاب المختلفة جزء من إعطاء الصورة الإيجابية للمملكة، وأنه الناس تعرف المملكة والقدرات التنظيمية للمملكة. الصورة الإيجابية يعني مو دائما تنعكس فقط بالمشاركة أو مو بس تنعكس بتحقيق البطولات، ولكن أيضا الاستضافة والتنظيم وحسن التنظيم وحسن الاستضافة تعكس أيضا صورة إيجابية عن الوطن. أتمنى التوفيق للفريق السعوديين الوحدة ومضر في مشوار البطولة. ونرجع لكرة القدم، وانتهت مباراة الذهاب بين الاتحاد والهلال الكلاسيكو كلاسيكو آسيا بالتعادل السلبي للفريقين. كلنا الآن بنتكلم يا كابتن يامن، قاعدين معنا مخرجنا ياسر، بنتكلم على إنه هذه المباراة يعني قمة السلبية، يعني ما فيها أي شيء طبيعي. شوف، طبيعي يكون مستوى باهت، دور أبطال آسيا، مباراتين حتحدد خروجك من بطولة قوية مثل هذه، ويتمناها الهلال والاتحاد. بس الصراحة إذا كان الاتحاد يعتبر نتيجة عادلة وجيدة جدا بالنسبة للاتحاد، أنه تماسك من الشوط الأول والشوط الثاني، وتوقعت أنا صراحة نزول مستوى الاتحاد من الدقيقة 60 للدقيقة 80. لا مو تشاؤم أكثر من هو مستوى الفريق ومعطياته في مباراة الرائد. يعني فمباراة الرائد كان مستوى باهت جدا من لعيبة الوسط لنادي الاتحاد، وأي واحد بيشوف مباراة بعد كده مباراة الاتحاد والهلال هيقول الهلال هيقدم المستوى الهجوم المأمول منه، حيكون في هدف وهدفين. يعني حتى شفت أهداف الهلال اللي جات في مباراة أبها والمباراة السابقة، إذا ما كان هجمة منظمة كانت ضربة ركنية، إذا ما كانت ضربة ركنية كانت بهجمة مرتدة. يعني وخاصة الهلال زي ما تكلمنا على سرعته اللي ما استخدمه في المباراة، فاللي يحسب اليوم سيرة يعتبر نجح، رسفان فشل. طيب نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل معاكم مستمعين الأعزاء الحديث عن مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في الجزء الأخير من حلقتنا، ومستكملين حديثنا مع الكابتن يامن عطار، تحية لك مرة أخرى. الله يحييك ويبيك أستاذ محمد. طبعا احنا كنا بنفتح موضوع قبل ما دخلت الكابتن محمد القرشي، الهلال هذه ثاني مباراة يلعب فيها علي البليهي كظهير يسار وياسر الشهراني كظهير يمين. في المباراة الأولى عذرنا أنه والله محمد الدوسري كان لاعب صغير وكان الضغط عليه كبير، لعب البليهي ولسا وتحول ياسر الشهراني لليمين. اليوم عندك أمير كردي، أنت لاعب جايبه، لاعب جاهز، ما هو لاعب يعني لاعب جاهز من الدوري الروماني من الدوري اليوناني، لاعب يعني خلينا نقول تقليدي، ظهير أيمن تقليدي. ياسر الشهراني عنده ميزة أنه يلعب في الظهيرين. بدأت المباراة بعلي البليهي، أوكي، وفي الدقيقة كم 85 تقريبا أو 84 نزلت أمير كردي. صراحة أنا فهمني، أنا كلمت معك تحت الهواء فتكلمنا على موضوع ليه ما دخل أمير كردي، رديت عليك وقتها فاكر محمد، قلت لك بعض المدربين أول ما يجي اللاعب ما يحاول يدخله في التشكيلة الأساسية بسهولة، يستنى مباراة أو مباراتين بعدين يدخله. بس أنا ما فهمت حكاية أنك تدخله في آخر 5 دقائق. يعني ما دام انت تقدر تدخل في المباراه
وانت عارف انه في نقطة ضعف موجودة. اعتقد امير كردي من اللاعبين اللي لو لعبته في مباراة رسمية او قوية مثل مباراة امام الاتحاد ما حينهز. يعني لاعب يعني ما هو صغير او امكانياته محدودة يعني وكان حيقدر يلعب في المباراة هذه. لكن انا يعني انا كنت منتظر من راسفان انه ما يلعبه. يعني اذا ما لعبته من اول مباراة لا تلعبه. بالضبط. يعني فهمت قصدي؟ لكن اعتمادك على البلاهي واثبتت فشلها من قبل. يعني حاول يسويها جيسوس على فكرة. يعني مرة واحدة سواها بطل نهائي بعد ما سواها. يعني كرة القدم أجمل كرة قدم أسهلها. أكيد طبعا. وتحط كل واحد في مركزه وتلعب على نقاط قوتك ونقاط ضعف الخصم. الموضوع مو كيمياء يعني فاهم. لكن اللي بيدخل فيها موضوع المدربين أحيانا زي مباراة اليوم الحذر المبالغ فيه. يعني شوف جمهور الاتحاد وجمهور الهلال لو سألتهم المباراة هذه الأفضلية للهلال. لكن دائما نقول الاتحاد والهلال في مباراة الكلاسيكو ما تعرف مين هيفوز فيها. حتى دائما في مقولة مشهورة من جمهور الهلال دائما يقولوها على الاتحاد, يقول لك الاتحاد دائما قدامنا برشلونة. يعني دائما من الأشياء المضحكة بتحصل بين الجمهورين من المداعبات يعني. لكن يعني دائما الكلاسيكو ما تعرف مين يفوز. لكن الأفضلية للهلال مباراة اليوم يعني نقاط قوة الهلال أكثر من نقاط قوة الاتحاد حقيقية على أرض الملعب بالأداء ولا على الورق. على الورق ويعتبر يعني بالنسبة اللعيبة وجودتهم جودة لعيبة الهلال أفضل من نادي الاتحاد. لا نقعد يعني ما يبغى الموضوع مجامل يعني فهم. لعيبة الهلال جودتهم أعلى. لكن حذر المبالغ فيه من مدرب رسفان في مباراة اليوم هي اللي أدت إلى التعادل. مدرب سيارة واضح من أول مباراة ما في أي ما بيلعب على أي نقطة ضعف الهلال ويبغى التعادل. كان في بعض الفرص اللي كانت الخطيرة لنادي الاتحاد بسبب أخطاء من قلوب دفاع الهلال أو كان من البلاهي من الباسر اللي لعبه لعبد الله المعيوب كان يعتبر بالخطأ حتى مو تمريرة تعتبر تمريرة كويسة تلعبها للحارس يعني. يعني ما هي تمريرة دقيقة للأسف وكان حيستغلها للاتحاد. لكن يعني نقدر نقول ثلاثة فرص نادي الاتحاد كانت موجودة والهلال بالاستحواذ البطيء وبناء الهجمة البطيء لنادي الهلال اللي مستمر للأسف 4 سنوات وما هم شايفين إدارة الهلال فيها أي مشكلة. مو معقول يعني لغاية دحين نادي الهلال ما بيلعب بنقاط قوته وسرعة لعيبة الهلال. تلعب أكنك لعيبة بطيئين بتلعب الاستحواذ والتمرير البطيء ولعيبة أكنك بتدي إشارة للعيبة المنافسين أرجعوا على فكرة إحنا حنسوي استحواذ لغاية ما ترجعوا أنتم خذوا راحتكم في الرجعة في حالة دفاعية النقل السريع للكرة بسرعة. يعني التحول من الهجوم للدفاع بالنسبة لأي فريق خصم لنادي الهلال شيء بسيط جدا وسهل. من الاستحواذ البطيء صراحة من لعيبة نادي الهلال ما في أي يعني يعتبر جيزوس حاول شوية انه يسرع رتم الهلال وكان سريع فعلا صحيح. ايام جيزوس وكان لعب هجومي طبعا كان في بعض الدفاع يعتبر عليه يعني ممكن تاخذ عليه دفاعيا شويه لكن الهلال كان ممتع مع جيزوس الصراحه يعني وكان من افضل صراحه مدرب جاء من 4-5 سنوات استمتعنا من باللعب صراحه مع جيزوس. لكن رجع الهلال الان لنفس الهلال من 5 سنوات على فكره تحس انه اللعيبه بيلعبوا من غير مدرب هو نفس الريتم نفس الطريقه. لا فعلا انا اقول لك ما نكون متسرعين لا ابدا يعني انا عندي ما بتكلم استفهم. استاذ محمد شوف ما بتكلم عن النتيجه الهلال يقدر يلعب مع فريق صغير ولا كبير يفوز عليه ما بتكلم بتكلم على اسلوب لعب نفس اسلوب اللعب ما بيطور نفسه. برشلونه 2011 باسلوب استحواذ عصر ذهبي جينا دحين 2019 برشلونه بيلعب اسلوب مختلف مو زي برشلونه 2011 وغير الجمهور مو قادر يتقبله اكيد. بس لازم يعني تواكب المتطورات. شوف انت اذا ما تطورت الفرقه الثانيه بتتطور دفاعيا البلوك الدفاعي اللو بلوك الحاله الدفاعيه المتاخره بتتطور. فاذا انت قاعد تلعب الاستحواذ البطيء اللي كان بيستخدمه 2011 برشلونه ما حتقدر تفوق اي فريق دفاعيا تكتل اي دفاع خلاص. زي ما بيتطور طريقه الهجوم تتطور الدفاع فاهم علي. والمدربين عندهم خلاص صار موضوع الاستحواذ يقدروا كيف يتكتلوا ويمنعوا الشيء ده ويحولوا الاستحواذ السلبي والدليل على كلامي الاستحواذ السلبي والدليل على كلامي الاستحواذ السلبي بيستخدمه برشلونة 2011 بإضاعة الوقت. انت بتستخدمه ببناء الهجمة ببناء هجمة بتستخدمه ببناء هجمة. فالأبا أوصل لك هو لازم الهلال يلعب على سرعة التحول الهجومي اللي ما بيستخدمه لغاية دحينا. مو معقول انت يعني الهلال خسر الدوري السنة اللي فاتت مع الفرقة الصغيرة بالأسلوب الباهت ده.
خسر الدوري، جاء قدام فريق صغير وتعادل، تعادل على تعادل على تعادل، راح الدوري. فإذا استمر الهلال بالطريقة هذه حنشوف نفس السيناريو السنة اللي فاتت على فكرة. الاتحاد يعني تقدر تقول سيرو صلح أشياء، وفي أشياء تانية للأسف كنت أتمناها ما يحصل الحصل. بمعنى في نقاط ضعف للاتحاد السنة اللي فاتت كان ما يعرف يبني الهجمة من خلف، بوجود فيكيو الآن، بوجود اللاعبين مثلا في الدائرة مثلا فيلانوفا، فيكيو ساعد فيلانوفا الكثير، لويس خيمينيز طبعا على وضع الثبات بالتمرير لكن لاعب بطيء جدا ما استفاد منه الاتحاد هجوميا. يعني في أشياء كثيرة، يعني مثلا نقاط الضعف صارت قوية الآن ونقاط القوة صارت ضعف الآن. بالنسبة لسرعة التحول، الاتحاد كان قوي في سرعة التحول، الهلال كان بيفوز على الهلال دائما بسرعة التحول، بيخلص المباراة هدف وهدفين وثلاثة، كان بيجي بالاتحاد علي الهلال بالهجمات المرتدة. الآن ما هي موجودة، لعيبة كلهم بطئين، لعيبة الدائرة كلهم بطئين، لعيبة الدائرة كلهم كبار في السن. كان الحل الوحيد اللي يقدر يسويه سيارة في المباراة هذه يستخدم الأظهرة في الهجمة المرتدة، وهذا الشيء ما حصل. سرعة سعود عبد الحميد وسرعة حمدان الشمراني بوجود رومارينهو يقدر يسوي ثلاثي في الهجمة المرتدة، لكن ما تقدر تستخدم الهجمة المرتدة من العمق، هتكون ضعيفة جدا. وجود فيكيو، بوجود لك يعني بس عبد الإله المالكي أو السماري اليوم قدموا مباراة رائعة جدا، يعني قدموا أكثر من مستوى المأمول منهم أمام فريق الهلال، حاولوا يغطوا نقاط الضعف اللي موجودة من ناحية الدفاعية في التكتل الدفاعي لنادي الاتحاد. الصراحة كانوا أبطال اليوم. قبل بداية المباراة الجمهور الفريقين كان خايف من دفاعات فريقهم. أكيد. المباراة انتهت 0-0. أكيد. دفاع الفريقين. وعلى فكرة هذا واضح مو للجماهير اللي كانت خايفة، كمان المدربين كمان كانوا خايفين على دفاعات فريقهم. يعني تقدر تقول الجمهور والمدربين كان عندهم نفس الشعور. وانتهت 0-0. انتهت 0-0 بسبب عدم جرأة راسفان في المباراة هذه، واستخدام نقاط قوته واستغلال نقاط ضعف الاتحاد أدت إلى التعادل. لكن السيارة أن يطلع بالتعادل في المباراة هذه يعتبر نجاح ليه. ما بقول عشان الاتحاد، يعني الاتحاد يقدر يفوز على الهلال، الاتحاد فريق كبير عشان الناس لا تفهمني غلط. يعني فهم الاتحاد فريق كبير ويقدر يفوز على الهلال حتى بأضعف حالاته وأثبتها في سنوات سابقة. صحيح. كثير ما بتكلم عن الموضوع، بتكلم على جودة اللعيبة. جودة اللعيبة السيارة جاب لعيبة عشان نقاط ضعف معينة ونسي نقاط قوته، صار الضعف الآن. هو ده اللي حصل. يعني صلحت شيء وأنا آسف كما بقوله بعمي خربت شيء تاني. يعني هو ده اللي حصل في الاتحاد. وكنت أتمنى إنه البيشو وعبد الرحمن العبود يلعبوا في المباراة دي اليوم. كنت أتمنى الاثنين يلعبوا في المباراة. توقع لعبهم المباراة الجاي؟ والله أنت شايف. ما عندي شيء يخسره. أنت شايف من السنة اللي فاتت البيشي بيخش في الدقيقة 80 فقط لا غير. يعني بيكون إنجاز لما يدخله في الدقيقة 70، ولغاية دحين أنا ماني عارف إيش السبب صراحة. وعبد الرحمن عبود لو يعني استمر إنه ما تلعبه، ويعني في مباراة العهد اللبناني إذا ما دخل البيشي وعبد الرحمن عبود متى حيلعبوا؟ يعني في مباراة زي هذه سؤال متى حيلعبوا؟ سؤال مهم. ويعني أنت هتداخل حوالي في 3 مسابقات أو 4 إذا ما سويت التدوير حتلاقي إصابات في نص الموسم أكيد. التعادل هذا مصلحة من مفيد لمن؟ الاتحاد طبعا. الاتحاد طبعا، وحتكون نقطة إيجابية للاتحاد في مباراة الذهاب، إنه في حالة التعادل لو جاب الاتحاد هدف برا أرضه الهدف بهدفين. يعني إذا 1-1 الاتحاد هو المتأهل. هل أحد من الفريقين الاتحاد والهلال قادر على الذهاب بعيدا في البطولة؟ ويعني شوف يعني يعني اتكلم عن الثلاث الأندية السعودية، النصر والاتحاد. شوف النصر أقرب، النصر أقرب يعني صراحة متوازن أكثر من الهلال والاتحاد. توازن، بتكلم على التوازن، ما بتكلم على الهجوم هجومياً. الهجومياً الهلال والنصر عندهم القوة الهجومية، لكن التوازن الدفاعي والهجومي موجود في النصر أكثر. وانت لا تنسى في الفرق في النهائي حتلعب مع فريق صيني أو فريق ياباني، يعني فرق قوية حتقابلها مدججة بالنجوم وأكيد. يعني فلازم يكون زي ما تكون قوي في الدفاع تكون قوي في الهجوم، دفاعياً وهجومياً لازم يكون متوازن. فبشوف النصر أقرب من الهلال والاتحاد، لكن الهلال والاتحاد فريقين كبيرين في دوري أبطال آسيا بـ يعني لما تقول بالبراند نيم، يعني فاهم علي؟ الهلال والاتحاد يقدر يفوزوا يعني كبطل الهلال زعيم آسيا والاتحاد العالمي المونديالي آسف، يقدر يسوي شيء مع أي فريق. يعني أنت شفت الاتحاد مع فريق الصيني غونزو الصيني
يعني بصراحة ما في أي يعني مشاهد كان يعني يصدق إنه الاتحاد يفوز على جوانزو الصيني وفاز. هذا الاتحاد يعني نمور آسيا. طيب كابتن يامن صراحة سعيد جدا. الوقت مر بسرعة معاكم صراحة. جدا صراحة يعني سعيد بتواجدك معانا اليوم والحديث معك لا يمل، وإن شاء الله يعني دوم تكون معانا إن شاء الله. لي الشرف ولي الشرف أكون معاك أستاذ محمد ومخرج برنامج أستاذ ياسر، لي الشرف لي. مستمعنا الأعزاء وصلنا نهاية الحلقة، أشكر الكابتن يامن عطار وفارس الإخراج الزميل ياسر صبح، وحتى ألتقيكم غدا في نفس الموعد 10:00 مساء في المنصة على ألف ألف FM. أنا محمد العمري وأقول لكم تصبحون على خير.